يوم اكبر لك الشان ماضيك علشان سيتي ما بقيتي. بدون شك انا شهادتي في شركه الرندي مجروحه. انا بالنسبه لي شركه الرندي واحده من الشركات اللي بديت انطلاقتي في الحفلات، في الزواجات، في الحفلات الخاصه والعامه مع هذه الشركه. بلا ادنى شك متطوره جدا، متفهمه جدا للفنانين وتطلبات الفنانين، فلذلك انا بالنسبه لي ارتاح جدا لما اتعامل معاهم. الشيء الاكثر راحه يمكن بالنسبه لي مع شركه الرندي ان دائما في تواصل مباشر بيني وبين سواء المهندس الاستاذ سعود او المهندس جاسم او كل الستاف اللي موجودين، متفهمين جدا للفن، متذوقين، وهم اصلا موسيقيين، فهذا شيء يساعد الفنان بشكل كبير.